السلام عليكم ومبروك عواشركم. نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بألف خير. اليوم عندنا واحد التشكيله ديال حلويات اللوز باشتراك مع الصديقه ديالي امينه ام عثمان من المحمديه اللي بارعه في حلويات اللوز. ما شاء الله عليها، الله يعطيها صحيحتها. اليوم غنديروا تشكيله من حلويات اللوز، من الكحبه، من يعني انتم غتشوفوا معنا خطوه بخطوه هاد التشكيله هادي. نتمنى انها تعجبكم وتستافدوا منها. عندنا مقادير ديال العجينه ديال الكعبه اولا ديال هاد الحلويات اللوز. عندنا نص كيلو ديال الدقيق الفورس يكون نوع مزيان، 125 غرام ديال الزبده مارغرين، جوج معالق كبار ديال الزيت مع جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي وقريصه ديال الملح. هادشي كنجمعوه بيدينا، من بعد كنزيدوا الماء والعجينه ضروري ما تكون قاصحه. وجوج معالق كبار ديال الزهر. بلا ما نديروا الماء العجينه كلها نعجنوها بما زهر، وكنجمعوها على هذا الشكل هذا، وتكون ديال النقيش كتكون خفيفه ياك، وديال الكعبه شويه قاصحه، ديال اللي غنديروها ما كتنقش كتكون شي شويه قاصحه. صافي مزيان. المهم نتوما عينكم ميزانكم في العجينه شويه تكون خفيفه، ماشي خفيفه بزاف وانما رطبه باش تسهل عليكم الخدمه في النقيش. طبيعه الحال عندنا العقده ديال اللوز، عندنا نص كيلو ديال اللوز. انا نعطيكم مقدار صغير، نص كيلو ديال اللوز كننفسخوه وكنطحنوه مع 250 غرام ديال السكر سنيده مع شويه ديال الزهر حتى كتعطينا العقده، وكنزيدو واحد 3 المعالق كبار ديال الزبده دايبه وجوج معالق كبار ديال الكونفيتور، وكندلكو هادشي مزيان باش على حسب الذوق. وهاد العقده هادي كنسموها على حسب كل واحد باش بغى ينسمها، سواء بغى يزيد قرفه او يزيد مسكه حره او يدير القشور ديال الحامض او القشور ديال الليمون او يدير الروح ديال الكراميل او الروح ديال البيستاش. كيبقى لكم الاختيار باش تنسمو نتوما هاد العقده هادي. تابعوا معنا الفيديو خطوه بخطوه ونعاودو نطلقوها. كنزيدو عاوتاني الرقم جوج، حنا غاديين حنا كنرقو فيه. هي كتعطينا شريط طويل بهذا الشكل، وكنقطعوها مرصوات يعني باش تسهل عليك الخدمه. واي عجينه بقات كنلويوها في البلاستيك الغذائي باش ما ديرش لنا ديك القشره. ضروري ما اي حاجه كتبغي شويه ديال الراحه. دابا غادي نبداو الشكل الاول ديال الكعبه. العجينه ها انتما كما شفتوا كتكون رقيقه بزاف، هانتوما يعني الشكل ديالها زوين تبارك الله. صلى على النبي عليك امينه. نعاودو معكم الشكل اخر، شكل ثاني. الديفولور ما خصوش يكون، نخرجوا كاع الهواء ديالها من دوك الجناب. ها هي بهذا الشكل كتستمروا على هكا حتى كتكملوا الكميه كلها اللي عندكم. ودائما الكعبه كتكون عندها هذه واقفه
باش كتجي مهماويه ياك امينه. الكعبه هي تكون هي الوقفه، هي الوقفه. دابا ندوزو كيفيه النقش ديال الكعبه، دابا ندوزو كيفيه النقش ديال الكعبه هكا. كنبداو من تعود معكم بشكل آخر. نضرب فين خليت الاولى كنعاود نضرب، كتعاودي تضربي كتجي منقوشه زوينه. نعاود ثاني واحده اخرى. دابا ندوزو نشوفو شكل اخر اللي هو الكحك. نفس العبار ديال العجينه هكا كيخرج رقيق، وغادي ناخدو بوده يكون رقيق. هكا وكنخليوها. شوفوا وحده اخرى. جوج كنلويو عليها العجينه باش ما تبقاش تبان هكا. عاد غندوزو حتى هي باش تنقص، هي خصها تبقى عريانه من الفوق. هنا غادي ندوزو ابيض البيض وندوزها في اللوز هاش. واحده اخرى ندوزو لهذا الشكل باش تشوفوا النقش ديالو كيفاش. كتدخل هذه في الصباع وكتحبس بهذه باش ما يتلاش، باش ما يتلاش وتخسر ليها الشكل الدائري ديالها. اوكي كبار وكنقلبوها على هذا الوجه هذا باش هذا الفوقاني هذا ما يكرمش. عاد ندوزوها في مسند كيبقى كيبقى طري طري شويه. الا كرمت ما غايشدش فيه هذاك اللوزاج، كيستغرق الوقت باش يشد فيه اللوزاج. دابا ندوزو نشوفو واحد شكل ثالث اخر حتى هو. يا شنو كنسميوه؟ العشيش. العشيش العشيش بالورقه حتى هو كندورو عليه العجينه بحال الشكل الاول كنحربلوها. هذا كنسدو تماما دوك التقيبات داك بحال الشفين جات صغيورين بحال هكا. غندوزو النقش، هو نفس ونيت ماشي نفس المنقاش، ماشي نفس المنقاش. هذا عنده بحال عنده ثلاثة ديال السنينات هكا. وريهم الأولى اللي درتي بيه الكعك، وهذا اللي درنا به الكعك هو هذا، وهذا اللي غنديرو به هذا
عنده تقريبا 3 ديال السنينات. كنهزو كنبقاو نكملو وكنكملو حتى لتحت والجهة اللي كنتكوها هي اللي منها كنبداو شكل تاني. مازال كاين لا فينيسيو ديالو عاد بقى يتفينا. كنفينيو الوجه وعاد كندوزو للجناب.